أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحكومة ستعمل خلال الأجل القصير على تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الفاعلة. وتضمنت الإجراءات التي طرحها رئيس الوزراء تذليل العقبات أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة وتدقيق الصيغ النهائية لوثيقة ملكية الدولة. في ضوء تكليفات فخامة الرئيس للحكومة بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية في ضوء ظاهرة التضخم وعملية التضخم العالمية الكبرى، فإن مجلس الوزراء إن شاء الله في خلال الفترة القليلة القادمة سيعمل على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء في تطبيقها من الشهر القادم إن شاء الله. إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية في خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي، بحيث إن احنا نرفع القيود اللي اشتكى منها كل رجال الصناعة في هذا الشأن. سابعاً، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية للـ10 سنين القادمين.